مرحبا، هذا انا بليبي. انظروا اين انا. واو، في مركز اي فلاي للطيران المظلي في سياتل في واشنطن. هذا المكان رائع. نعم، طيران مظلي مغلق. حسنا، الطيران المظلي الحر العادي هو قفزكم في الهواء. انا خائف جدا. ثم فتح المظلة والهبوط على الأرض، ولكن اليوم سنقفز قفزاً مظلياً حراً في الداخل. أجل، هناك مراوح ضخمة تدفع الهواء بقوة إلى الأعلى، وتكونون هنا فتحلقون في الهواء. أجل، أنا متحمس جداً لهذا. هيا لندخل. مرحباً. أهلاً بك هنا بليبي. شكراً على استضافتي. تفضل بالصعود على الدرج لتصل إلى حجرة الطيران. حسناً، هيا بنا لننطلق. حجرة التحليق، منصة العرض. واو، هيا بنا لنصعد إلى حجرة التحليق. واو، متحمس جداً لأطير. رائع، انظروا هنا. واو، هذه غرفة المشاهدة. من هنا يمكنكم المشاهدة، وهذه تسمى حجرة التحليق. أوه، إنني أشعر بالحماسة. أوه، انظروا، إن داخل حجرة التحليق عدداً من الكرات الملونة الجميلة وبعض الألعاب. هاي، لدي فكرة، لما لا نشغل حجرة التحليق لنعلم ما الأشياء التي ستطير أولاً؟ هيا. أوه، مهلاً مهلاً، انتظروا لحظة، علينا أولاً ارتداء معدات السلامة. هاي، أظن أنها هناك. هنا داخل هذه الخزانات الصفراء. رائع. أجل، إنها هي. لدينا نظارة وقاية. أوه، إنها جميلة. أها، والرؤية واضحة. رائع. وهاتان سدادتا الأذن. سأضعها هنا. جيد. الآن الأذن الثانية. حسناً، سددتهما. إذن الآن صار في إمكاننا الدخول لنرى أيها سيطير. واو، واو، انظروا إلى هذا. لدي صندوق ألعاب. حسناً، لنراقب أي هذه الأشياء سيطير أولاً. إذن لدينا ها هنا كرات القاعدة البلاستيكية، واحدة زرقاء وواحدة وردية. أوه، واو، وبطة مطاطية. هاي، انظروا، ودجاجة مطاطية. حسناً، هاو، انظروا هنا. أوه، هذه كرة سلة. واو، رائع. والآن لنشغل المروحة، وبعدها سنعلم أيها سيطير. واو، أسمعتم؟ رائع، لقد بدأت الكرات تتحرك. حسناً، سأجمعها. لفكرة، لماذا لا نسكب بعض الماء ونرى إن كان سيطير في الهواء؟ مستعدون؟ واو، واو، رأيتم ذلك؟ إن الماء يتطاير في الهواء. واو، إلى اللقاء يا قطرات الماء. أرأيتم كيف تطاير الماء عالياً؟ سأسكب مزيداً. واو، ومزيداً أيضاً. ثم لدي لعبة سرية لكم. واو، واو، تتساقط علي. لقد ابتللت. حسناً، انظروا إلى هذا. والآن لدي رشاش ماء مذهل جداً. سأملأه بالماء. حسناً، والآن صار مملوءاً بالماء. مستعدون؟
واو! عندما أرش الماء منه في العادة يندفع اندفاعاً مباشراً، لكن الآن واو! وي! الماء يندفع في كل الجهات. واو! لقد كان اللعب بتلك الألعاب ممتعاً كثيراً، ورؤية الماء أيضاً وهو يتعرض لضغط هوائي كبير من الأسفل. ولكن الغرض من هذا المكان ليس اللعب بالألعاب، إنما هو التحكم في أجسامنا للتحليق في الهواء وحدنا. إذن هيا بنا لنتعلم هنا في هذا الصف. رائع! حسناً، ماذا أفعل؟ أولاً سنشاهد مقطعاً سريعاً لنتعلم منه ما نحتاج إليه، ثم نطبق ذلك. جيد، هيا إذن لنشاهد هذا المقطع. واو، إنه مقطع جميل. حسناً بليبي، صرت تعرف طريقة التحليق. أجل، يبدو رائعاً. إذن فلتجب. أجل، ما معنى هذا؟ القدمان مستقيمتان. جيد، ومعنى هذا؟ اثني ركبتيك، وهذه تعني استرخي قليلاً. أحسنت، والقاعدة الأولى؟ ارفع ذقنك. جيد، صرت مستعداً للتحليق، فضع أدوات الوقاية. أجل، البوذة والنظارة الواقية والبزة. حسناً، سأرتدي الثياب الواقية كاملة، ثم أستطيع التحليق. أجل، إذن يبدو أن علي ارتداء أشياء كثيرة. لدي بزة التحليق وخوذة ونظارة وقاية وسدادتا الأذن. حسنا، 3، 2، 1. انظروا إلي كيف أبدو. أنا مستعد للتحليق. لنذهب إلى حجرة التحليق. التالي طيران أعلى، والآن سنطير عالياً. واو، كان مذهلاً. لنشاهد العرض الذي سيؤديه المدرب. هيا، سيكون عرضاً رائعاً. واو، انظروا إلى الحجرة كاملة. واو، إنها كبيرة جداً. حسناً، سيبدأ.
لقد كان عرضا مذهلا. هل رأيتموه؟ علق إلى الأعلى وإلى الأسفل ثم دار بوضع ملتوى. أنا أمزح معكم، لم يدر بوضع ملتوى بل حافظ على توازنه. أجل، كان العرض رائعا، استمتعت به كثيرا. فعند تحليقي كان الهواء القوي يدفعني، وكان أيضا يرفع جسدي إلى الأعلى، ولكن عندما كنت أنقبض أهبط إلى الأسفل، وعندما أبسط جسدي أرتفع إلى الأعلى، وكان ذلك بسبب اتساع مساحة الجسد. واو، التحليق أمر ممتع. إنني متشوق إلى التحليق ثانية. فليبي، كان تحليقك جيدا جدا، ولهذا السبب سنقدم إليك شهادة في التحليق. نرجو رؤيتك ثانية. إنها شهادة. أحسنت عملا، وداعا. شكرا جزيلا لك، رائع. تسلمت شهادة في التحليق لأنني مارسته في مركز آي فلاي للطيران المظلي. استمتعت في مركز آي فلاي للطيران المظلي في سياتل في واشنطن. واو، كانت تجربة ممتعة، ولا سيما عندما دفعني الهواء من الأسفل فشعرت بأنني أطير كالطائر في الفضاء. وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم أيها الأصدقاء أن تبحثوا عن اسمي جيدا. أيمكنكم تهجئته معي؟ جاهزون؟ BLIPPI بليبي. أحسنتم عملا. حسنا، أراكم بخير، إلى اللقاء.